السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ حلقه اليوم عاوتاني كاينين المفاجات. جا عندنا واحد السيد عزيز عليا بزاف، عنده ما غادي تشوفوه معايا. وقبل من هذا الشيء، انتم كي تشوفوني فين كاين؟ كاين في الفيرما، هبطت منار لان العوده الجديده اللي شفتوها رمانه راه حطيتها حدا امير، ومنار هبطت لهاد البلاصه هادي يعني نوريها لكم. اضافه غادي تشوفوا معايا الصديق العزيز ديالي، جا شرفني اليوم وجاي يطلع على العوده اللي عزيزه عليه. شوفوا الولاء على الاخوان باش تعرفوا الحب نتاع الحيوانات. راه الانسان الا كان مربي شي حاجه تيحبها، اي ضرب على قبل الطريق حتى 600 كيلومتر ولا 1000 باش يجي يري يشوفها. انا اللي معايا بكره سيدي حسن. السلام عليكم سيدي كريم، حفظك الله. جمهور عاشق الباب بغا، مرحبا بكم ان شاء الله تعالى. حفظكم الله. الله يحفظك سيدي حسن، نورتينا. نشوفوا المنار ديالنا. لا يخطيك، الله يحفظك. بارك الله. انتم اخوان منار فين درتها؟ انا لقيت مفجج ليها، احسن من الكوري. فين كانت الكوري؟ مضيق هنايا، زوين ليها. كاع العوده الاخرين غنعود نهبطو مره نعقدهم هنايا ان شاء الله يسرحوا رجليهم. هيا رصات، اللهم بارك. هيا اللهم بارك الاخوان. جوليا السلام عليكم. هيا هذاك المعنفيش ماكس، معنفيش جديد، اللهم بارك. انا تحياتي الاخوان. وهذا البليصه ان شاء الله فين قلت لكم المشروع ان شاء الله غيتبناو البيوتا. وهما انا راهي مبرعه مع راسها هنايا. ويلا ودابا نوريكم المفاجات الفوق، الحيوانات اللي جاو جداد غادي نمشي نشوفهم احنا والسي حسن ان شاء الله. والعشيه تسناو الحلقه نتاع التبريضه اللي غادي نلبس لكم ان شاء الله. اللبسه نتاع رمانه ولا امير، وغادي غنخرج بامير اليوم ان شاء الله. تحياتي الاخوان، مرحبا بصديقنا العزيز. الله يحفظك. لا لا خطيك. سيدي حسن يدوق الماء البير، حلو داك الماء ولا مسس؟ زين زين. ها هي العودة. منار عجبها الحال، انا احسن من الكوري. اولا وقبل كل شيء، قبل ما تشوفوا الحيوانات اللي كاينين قدامي دابا وكنشوف فيهم انا، وقبل ما تشوفوا لالا رمانه، ها هي البقوصه الغزاله ما شاء الله. شوفوا الجمال، اللهم بارك. باقي ما دوشتش ليها، يلا غنخرجها ندوش ليها ان شاء الله وتشوفوا الجمال ما شاء الله. شوفوا رمانه البقوصه. الخبر اللي بغيت نقول لكم هو ابتداء من اليوم بغيت نعلن لكم، وما حنا شحال هادي حنا الجمعيه، ابتداء من اليوم بغيت نعلن للجمهور عاشق الببغاء وجي جيش عاشق الببغاء، المساند الرسمي ديال عاشق الببغاء، اننا حنا جمعيه وطنيه معترف بها قانونيا وجاري بها العمل حاليا. هي جمعيه عاشق الببغاء الوطنيه، اللي ان شاء الله البرنامج ديالها والانشطه ديالها وكل شيء غادي ندير لكم حلقه خاصه، غادي تشوفوا البرنامج وكل شيء ان شاء الله اللي كاين في الجمعيه. وابتداء من اليوم راه بنقول لكم مرحبا بكم الناس اللي غيحطوا لي تعليق، جميع الناس اللي بين خارطو مرحبا، كبار صغار، اي واحد عنده اكارت ناسيونال راه كيمكن ليه ينخرط معنا ويولي من ضمن المولوعين الكبار معنا، وغادي يولي من ضمن جيش عاشق الببغاء. تحياتي لكم ومرحبا ان شاء الله. تسناو الحلقه اللي غادي نعلن لكم على طريقه الانخراط. دابا اللي غيلزم لكم هو غيخصكم تصاور وفوتوكوبي لاكارت، ومن بعد غادي نعلن لكم على الامور كلها في الحلقات. انا بغيت نقول لكم انه مبروك عليكم، اصبحنا اليوم بوغوسا هي، اصبحنا اليوم جمعيه وطنيه قانونيه، وقريبا غادي تلقاونا ان شاء الله كنتعاملوا مع جمعيات خارج المغرب ان شاء الله بحول الله. قريبا حتى هي غادي نعلن لكم على الاخبار الجديده ديالها ان شاء الله بحول الله. تحياتي الاخوه العزاز، نشوفوا رمانه ندوشوا ليها. من طبيعه الحال قلت لكم اليوم غنحاول طبورد بالعود ان شاء الله، واخا اللبسه ما كنعرفش اللبسه حيت داكشي كثير، غنحاول نجرب معاها. ولكن تنسالي لان اليوم عندي الميناج الكبير، غادي نميناجي الدجاج، غادي نميناجي الطيور اللي عندي لداخل، غادي نميناجي العودان، غادي عندي بزاف ما ندير، يعني احتمال نسالي ونلبس الشرج الامير. ولا ما ساليتش الحلقه نتاع غدا غادي تشوفوا الحلقه نتاع التبريضه ان شاء الله. نتمنى الخبر الزينه تعجبكم، نتمنى لالا رمانه البوكوسا تعجبكم، عطيتها العلف مزيان هي وامير، راهما خدامين تيعلفوا دابا تياكلوا يد التيسير، هما راه علفوا في الصباح. ويلا نوريكم الجديد. لا رمانة البقوصة ما شاء الله.
ما شاء الله، اللهم بارك. رمانة البقوصة الغزالة، اللهم بارك. الشعورات الشعوبية الطبقيصة. أمير أمير كيعرف سميتو الإخوان، شوفو كي بيجي عندي تبارك الله. هاو بدا تيولفني باقي، يلاه يلاه شوية، حيت شافني أنا دابا اللي كنعلفو، تيحسو العودة ما شاء الله، تيحسو تيفهمو وتيعرفو مولاهم واش خواف ولا ماشي خواف، وتيحسو بهاد المسألة. شتي إلا كنتي كتخاف من العود، إلا جيتي ودرتي داك الشعور الخوف، العود غيحس بيك، غادي يولي تيخلعك وغادي يولي تيجي يضربك. أما إلا كنتي واقف قدامو بمنطقة قوة، ما تخافش منه، ما تبينش ليه الخوف، هو تيعطيك الطاعة وتيولي تيوقف ليك وكلشي. هانتوما غتشوفوا كلشي مع لا رمانة، دروك نخرج ندوش ليها، وتا السي أمير غادي ندوش ليه حتى هو، باش نقدر نلبسو اليوم اللبسة ونخرج بيه إن شاء الله. ها هو تيشرب، صحة وراحة. أمير البوغوس ما شاء الله، يلا سير تاكل ما شاء الله. ها الجديد، اجيو نتوما اجيو. علاش وسختو الماء؟ علاش علاش وسختو الماء؟ نعاود لكم دابا ما اخر، يلا عمرتو. ها هما الطبقيصة، شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله. نبداو بالخريفات بعدا، هما الاولين الخريفات الزوينين، نعرفكم بهم حتى نتواصل مع صديقي دريم فيلاج يعاود يفكرني في الاسم ديالهم، حيت راه ما عقلتش عليها الاخوان. المهم هاد الكبيشات راه جاول على برا، واحد النوع زوين ديال على برا، هذاك الابيض هو الذكر، وهاد الكحيله هادي هي النتوى. حتى من بعد نتفكر الاسم ديالهم وغادي نقول لكم. هاد اللي كتشوف فيها دابا راه نتوى، وهذاك ذكير، وراه كتنوض لهم الصوفا وتيكونوا مزغبين وزوينين وقصيورين، تيحمقوا بالزينه الاخوان. الملاحظه، هادو ماشي ديال الذبيحه، هادو ماشي جايين للعيد. شوفوا ما كيتصحابكم واش صديقي دريم فيلاج عاطيني خرفانه العيد، هادو راه ماشي ديال العيد الاخوان، هادو نتاع الديكور. يعني هاد الكبيشات هادو تيترباو وتتحطوا في الفيرمات في الحدائق في المسائل، يعني هادو غير خريفات نتاع الديكور زوينين، ماشي ديال الذبيحه. نتوا وذكر حتى يبداو يولدوا ويخليوا لي السلالات ديالهم هنايا ان شاء الله بحول الله، نتفكروا بهم صديقي دريم فيلاج. وسطاج الاخر، سطاج الوحش، هما يسيرات الخنزات، ها هما الموسخات، باتوا البحر مسهرين، تيغوتوا غش غش، عاتي عاتي واحد الغوات عندهم الاخوان، بنهار هما ما كيهضروش، بالليل فيهم الصداع، تيتسمعوا ليهم الشرجم. علاش صدعتينا يا سير الخنزه؟ علاش؟ ها هي هي اللي كتغوت، عفتك عفتك يا سير الخنزه، شوفوا يا سير الخنزه فين غاديه؟ اجي انت يا سعيده، هي تبعها، هي مقيده معاها، شوفوا سعيده. اما طاح ها شو طاح وسموس، شوف شوف طاح وسموس الخوافه، شوف اخوافه وزايدينها بالهضره. شوف دابا ياسيره كيقاتلها الخلعه والخوف، وباقي كتهضر لا حول ولا قوه الا بالله. اجي اجي، علاش خوافه؟ علاش؟ ايوا وقفي يوقفي واجهيني، بيتي نشوفك انا، ما والله ما بيت نقيسك، ما بيتي نشوفك. لا تضرب راسك بوحدك، انت دابا كتضرب نخرك، يلاه انت كتضرب نخرك بوحدك. علاش علاش ماك دابا بوحدك تضرب راسك؟ شوف يديا، ما قصدك ما قربت ليك، ما بيت نشوف فيك صاحبي في وجهك، وهي وجهك صاحبي، اش كتخبي؟ واش ما دابا انت داير شي حاجه، انت 100% داير شي حاجه، حيت كون ما كنتي داير شي حاجه ما غتخبيش وجهك. اللي ما داير والو تيبين وجهه عادي، علاش انت كتخبى؟ اذا داير شي حاجه العفريت، واقيلا سمسار انت ولا شناق ولا شي حاجه. يلا يلا يلا، اش هاد القاعده فيكم؟ علاش علاش نتوما الشناقه ديما كتخباو هكا؟ عرفتوا راسكم كديروا شي حاجه ماشي هي هذيك ياك؟ يلاه واجهني واجهني، نشوفي وجهك وجهك اصاحبي كي داير وجهك، ما تقدرش تجلس دقيقه نشوف فيك دقيقه، ما تقدرش. علاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. العزيز عندكم يتولفوا لي هادو، هاد القاعده هادو زويونين وظريفين. انتوما يلاه ها شوفوا اش داروا لي، يلاه ولفتوهم دابا حتى الخريفات زوينين، ولفتوهم القاعده الخايبه ديالكم يتخباو. على الخريفات مساكنه اش داروا؟ ما داروا والو، هادو هي خريفات زوينين ظريفين. نتوما شناقه، علاش يولوا حتى هما تيخافوا؟ باش نعاود نجرب، الا هربوا مني صافي ولفتوهم قاعده خايبه. سبحان الله اللي عاشر شي حاجه كيولي بحالها. بلاتي نشوف ياك كنتو زوينين، نجي نشوف. صافي ولفوا القاعده، عاشروكم يا المسخ. عرفتي شكون هما هاد الخريفات دابا؟ نستنتج انا من هاد العمليه اللي وقعت، الخريفات ولاو تيخافوا حيت عاشروا الخنازير، ومنين عاشروا الخنازير ولاو خوافه بحالهم. اذا انا شنو استنتجت؟ استنتجت هاد ياسيره وهاديك سعيده وهاديك طاحوسموس هما الخنازير، وهادو الجمهور ديالهم. هاد الجمهور فاش تيهضروا هادو
هادو كيتبعوهم كاين اخويا الله يعطيك الصحه اخويا انت قلتيها اخويا انت هو هذاك اخويا هما هادو هادو هما هادو كيكتبوا لهادو في التعليقات اي حاجه قالوها هادو الخنازير كينطقوا هادو كيقولوا لهم كاينه كاينه سير يا الخروف سير نوضو نمشيو عند لالا منار ونساو علينا هادشي. واحد الملاحظه بغيت نجاوب عليها شي تعليقات زوينين تاع الناس الزوينين اللي هما جايش عاشق الببغاء كتبوا لي وعائله محترمين قالوا لي خويا عفاك الفيديوهات ديالك زوينين وتعجبونا وتنتفرجوا مع وليداتنا ولكن فاش كتذكر هاد الاسماء نتاع ياسيره وسعيده وهذا الشيء ما تعجبناش الحال حيت حنا مع وليداتنا. الجواب ديالي لكم شنو هو؟ انا فاش كنكون غنصور حلقاتي راه حتى انا عندي وليدات تيتفرجوا فيا وعندي حتى انا والدين تيتفرجوا فيا وقبل ما نكون انا كنصور الحلقه راه كنحترم والديا هما الاولين عاد نشوف ناس اخرين. لذلك مادام كنصور حلقه اللي كنكون انا محترم راسي فيها ومحترم والديا راه من طبيعه الحال حتى انت فاش غتكون كتفرج فيا راه غتكون كتحس بالاحترام واخا تكون جالس مع وليداتك لان اسم ديال سعيده عادي اسم نتاع ياسيره عادي اسم نتاع تحصموس عادي يعني حنا الحيوانات عادي كنسميوهم اي اسم عجبنا بغيتي تسميه اسم مغربي او اسم عربي او اسم اللي عجبك بحال كمثال هذه سميتها رمانه جات معها زوينه رمانه يعني صاحبها عجبات رمانه سماها هاي وجات معها كذلك ومثال هذا سميته امير امير زوينه جات مع امير سماه امير كذلك ومثال اي حيوانات انا في الطبيعه ديالي الناس الجداد اللي كيقولوا لي كتخسر وكتذكر هذوك بالعكس كنذكرهم كنت كنجبد تفاصيلهم ولا نذكر اسمائهم ولا هذه كنكون كنكبر لهم الشان ان اما انا اي واحد خرج كيسب فيا وتيعايرني وتيعاي عائلتي الجواب ديالي هو انا كنكون عارف تفاصيله وعارف عليه كلشي كنعرفو شناق الا عرفتو شناق راه كنجيب حيوان في المستوى ديالو والرد ديالي في عوض ما نبقى بلا بلا معاه ما كنتسوق ليه شنو تيقول وما كنديهاش فيه وما مساليش ليه الجواب ديالي هو كنسمي حيوان به وكنحطو يعني عادي دوك العائلات المحترمه الا تفرجوا سمعوا ياسيره ولا سمعوا سعيده ولا سمعوا شي حاجه راه عادي الخايبه الا كنت انا كنخسر الهضره ولا كنقول شي حاجه خايبه حيت ما يمكنش حيت حتى انا عندي والديه تنحترمهم وعندي وليداتي ما يمكنش غنقول شي حاجه تلعيب هكاك علاش الا كنتي كتفرج فيا في اقصى درجات العصبيه يعني نكون معصب لاقصى درجه وما يمكنش تسمع كلام تلعيب مني يعني غادي نقول لك كلام يكون قاصح شي شويه ولكن ما غنقولكش الكلام تلعيب ماشي بمعنى كلنا كنعرفوا العيب ولكن ما يمكنش نخرج لك انا بالعيب حيت انا ما تربيتش هكا رب والديا رباوني في واحد المستويات عاليه هكاك علاش ما يمكنش نطيح انا في المستوى نتاع دوك المسخين اللي هما تيسبوا بالدين وبشي سبان خايب ونهبط انا ونجاوبهم بهكاك ما يمكنش انا عندي عائلات اللي هما نتوما دوك اللي كتبوا لي دوك التعليقات عائلات محترمه ما يمكنش غادي نخرج انا نرد على واحد مستخ نخرج بقات انا كنسب ونعاير وهو في الاصل راه عائلات محترمه تيتفرجوا فيا وجالسين حداهم وليداتهم راه ما يمكنش هكاك علاش قبلوا مني العائلات الله يحفظكم دوك اللي كيحطوا لي التعليقات والله الا كيعجبوني التعليقات نتاعكم وتيبقى فيا الحال ولكن بغيت نجاوبكم الله يحفظكم عذروني في هذه المساله واذا لقيتوني كنسمي شي حيوان راه للضروره احكام لان راه كاينين الشناقه كنحاول انا بهذه الطريقه نعرفكم بهم باش نتوما تردوا البال منهم وفي نفس الوقت انا كنحاول الرد ديالي ليهم راه هذه هي طريقتي الخاصه وكل واحد عنده عقله وكل واحد عنده طريقته الخاصه هكاك علاش تقبلوها مني الله يحفظكم وتحياتي لكم ويلا نكمل لكم شويه وتهلاو فراسكم وما كنبيش نطول عليكم الحلقات هكاك علاش ما كنبيش نصور لكم المواقف كلشي لان الحلقه غادي تجي ساعتين ثلاثه السوايع وغتجيني صعيبه انا في المونتاج لان كيعذبوني الحلقات فاش كنبين نحطهم لكم والله الا كيعذبوني بالله في ديك الاكسبورتي ديالهم تسنى الانترنت ضعيفه وتسنى تيشارجا وتسنى كنتعذب في الحلقات والله الا كنتعذب في الحلقات بالله الاخوان ولكن كنحاول نصايب لكم حلقات ونحط لكم حلقات واقسم بالله العلي العظيم الناس اللي كتفهم تتقول لك كيدير الفلوس من اليوتيوب ورابح من اليوتيوب راه اليوتيوب اقسم بالله كنحط لكم حلقه الربح ديالها الصافي يعني فاش كتشوفوا المشاهدات نتوما كاملكم وساليتوا 10000 مشاهده اقسم بالله العلي العظيم الا ديك الحلقه ما كتفوتش واحد 50 درهم 60 درهم 70 درهم هاد 50 60 70 كتطلع ما بين الا شافوك الناس برا راه كتطلع شويه ولا شافوك هذوك 10000 كاملهم مغربيين راه ما فايتاش 40 درهم وكنكون انا ديك الحلقه حيت كنصور لكم بسامسونج الالترا اس 21 يعني الفورما نتاعو كبيره وكنخلي الحلقه بنفس الفورما وكن نتيليشارجيها بنفس الفورما ونحطها في الانترنت يعني كنخلص على الحلقه ما بين 150 درهم وكاينه الحلقه اللي ب 200 درهم كنشارجيها يعني كل حلقه كنشارجي عليها 200 درهم ابار العذاب كامل
باش نحط لكم نتوما. وهذيك الحلقه اللي انا شارجيت عليها 200 درهم والله العظيم الا كتدخل 50 درهم يعني بمعنى الشهر الشهر راه الا كان الشهر في اليوتيوب تيدخل لي 3000 درهم راه انا كنكون خسرت على اليوتيوب واحد 10000 12 14 15 16000 17000 20000 درهم على حساب شنو هما الحلقات وكيفاش ابار العدد. هذه باش تفهموا ورساله واضحه لدوك صحاب درتي لاباس على ظهرنا ودرتي اليوتيوب. اليوتيوب انا كان بين ولعكم وكان بين وصل لكم رسالتي وكان بين نحمس الشباب وكان بين زعمكم وكان بين نحبب لكم الهوايه ونحبب لكم الطبيعه ونحبب لكم واحد الجو الباديه اللي نساو عليا المدينه وصداع الراس وامور ونفخ الراس وكان بين نحبب لكم واحد الحاجه سميتو رجعوا للاصل ديالكم واللي هو الباديه والطبيعه والطبيعي والحيوانات والخيل وداكشي اللي دوزو جدودنا العز. هذه هي رسالتي يا الكوان راه ما تتهمني حتى شي حاجه في هادشي كله غير انني نوصل لكم هذه المساله. اما اليوتيوب راه باقي زيرو باقي ما كندخل فيه حتى 4 دريال هي باش تفهموها. واليوتيوب انا من نهار بديتو اليومين هذا وانا كنخسر عليه زباله الفلوس هي باش نصور لكم حلقه تكون زوينه تعجبكم كنخسر عليها الفلوس ابار روشارج يعني هذه فهموها لدوك صحاب كيكي بيكي. تحياتي امير جهل عليا امير تيغوت عليا قال لك علاش خرج رمانه هو راه هي كي شافها جاهل عليها دابا اللهم بارك الله يسخر لينا فيهم. هاي رمانه البقوصه شتوها انت تسكت اصاحبي ماك اصاحبي هاي البقوصه ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك الجمال الجمال يا ربي يا مولاي كريم الله يسخر لينا فيها 55 تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك ثم اللهم بارك جمال غندوش ليها البقوصه راني كنعمر الماء وداك الشيء باش ندوش ليها البقوصه الزوينه. انا رمانه البقوصه درت ليها الصابون ما شاء الله ودابا نغسل ليها غسيله الفينيسيا بقوصه. البقوصه الغزاله المنوره دوشات ونشفات مزيان في الشمس وهي دخلت كتاكل التيسير اللهم بارك. اللي كيسمعني كنقول التيسير ماشي هو التيسير زعما الفواكه البنان وداك الشيء التيسير هو زعما التبن ولا الفصه هذا كيتسمى غير التيسير نتاع الوسط. ثم كيخص ضروري وجبه الصباح تكون مزيانه ووجبه العشيه ووسط النهار كيضل عندهم هذا النهار كامل يا اما التبن والفصه ولا اللي كان هذاك التيسير كيتسمى. الجمال ما شاء الله اللهم بارك. واو هذا شوف اش دارت لي هي الحيوطه كاع فرشخاتهم تيخلع هذا المسخوط وكترد داخل كترد داخل الحيط. ها هو الشرج جابوا لي السي حسن تحياتي ليه لا يخطي شتو الشرج ديال رمانه هذا هو اللي بغيت نعود نخرج به مع رمانه هذا الشرج ديال رمانه يلاه جابوا لي السي حسن غير هذا الصباح هذا هذا في الاصل كان ديال امير ولكن دابا انا بغيت نردو ديال رمانه وامير راه عنده ديالو ها هو نوري لكم. اليوم الاخوان راه ما مساليش انا للطبوريضه اليوم عندي الميناج الكبير غادي الميناج هادشي كله غادي تشطب الكوري هادشي كله غادي تشطب لداخل وبرا وهادشي كله وغادي نسيقو نعقمو بجافيل عاد غادي نسالي يعني وتا الكوري لداخل هنا يعني عندي خدمة اليوم طويلة والكوري نتاع العودان لذلك اليوم ما غاديش نطبورد حتى لغدا ان شاء الله عاد غادي نطبورد الاخوان ان شاء الله دروكا العمل. يلا تهلاو ليا فراسكم باش ما نطولش عليكم الحلقة وتسناو الجديد ان شاء الله. تحياتي لعاونكم السلام عليكم.